لما الدولة بتغيب ورئيس الجمهورية بيتحول لسيء ذكر، بيشتم ويسب ويلعن وتلعن سيرته في كل مكان في مصر، بيبدأ الناس يتحركوا عشان يدعموا بعض، وهو ده الشعب المصري. هي دي جدعنة ولاد البلد. احنا بنتكلم على مصيبة حقيقية، بل الاكتر من كده ان انقطاع الكهرباء بيؤدي بالتبعية لانقطاع المياه. فانت عندك لا في كهرباء ولا في مية، قول بقى للشاب ده ادخل ذاكر يا ابني. ذاكر ايه؟ لا في تركيز ولا في نفسية ولا في اجواء مهيئة ولا في اي حاجة خالص. فانت بتتكلم على الامتحان اللي بيحدد مصيره. خلي بالك المصير هنا مهم. الولاد دول اقتنعوا تماما بكلام سيء الذكر من شهرين. الولاد دول كلهم قرروا ان هم يدخلوا برمجة، يسيبوهم الطب والهندسة والتربية والمحاماة والكليات بلا قيمة دي اللي سوق العمل مش محتاجها. الاولاد دول كلهم السنة دي كانوا عايزين يذاكروا عشان يدخلوا برمجة، والبرمجة تقوم على الانترنت وتقوم على الكمبيوتر، والكمبيوتر بيشتغل بالكهرباء والكهرباء قطعة، فما فيش برمجة ولا في 100,000 دولار يا سيء الذكر. مشروعك فاشل، تجربتكو فاشلة بنت 60 كذا زي ما عمرو اديب قال. تخيل انت دمرت مشروعك بايدك. الولاد بيذاكروا عشان يدخلوا برمجة يا بني آدم على ضوء الشموع، بيذاكروا عشان يدخلوا برمجة وياخدوا 100,000 دولار على لمبة جاز، بيذاكر في الكنيسة وفي الجامع، بينزل القهوة ويقفلوا ماتشات اليورو عشان الولد يذاكر عشان يطلع مبرمج بعد كده. ابنك مجنون يا حاج. ابني مش مجنون يا دكتور، لا ابنك مجنون يا حاج. يعني قولا واحدة القصة اللي حكيتها لحضراتكم عن الأم اللي خدت بنتها اللي بتاخد كورس برمجة برضو في الحمام لأن الكهرباء قطعة ومفيش حتة تشغل الشريحة بتاعة الإنترنت غير الحمام. الحقيقة اللي حصل ده خلى الناس تتحرك. مؤسسات، كيانات بدأت تتحرك عشان تنقذ الطلبة، مؤسسات دينية، مساجد، كنائس، بعض القرى السياحية، الأماكن الترفيهية، بدأت الناس قاعات أفراح، قاعات اجتماعات، بدأت أماكن مخصصة للعمل اللي هي الورك سبيسز والحاجات دي، أندية رياضية زي الجزيرة، زي دي كيرنس الرياضي، الحوار الألعاب الرياضية بمدينة المنصورة، المقاهي، الكافيهات. بدأ الشعب المصري يحس إنه لازم يحط كتف في كتف، لأنه مفيش دولة، مفيش رئاسة جمهورية، مفيش حكومة، ما فيش سيء ذكر للأسف.